نبقى معاك يا عزيز يا ولدي. لا يبدو أن مقولة ابن الوز عوام تنطبق على جميع أبناء الفنانين، ولكنها تتجلى في بعضهم، مثل الفنان المصري كريم عبد العزيز ووالده المخرج القدير محمد عبد العزيز، الفنان السعودي محمد حمزة وولده وائل ولؤي، وسعد مجرد ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الرقراقي. انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. ليس كل الفنانين يرغبون في أن يسلك أبناؤهم نفس طريقهم، لما يعلمه جيدا عن خبايا ومتاعب هذا المجال المضيء خارجيا والقاتم من الداخل. صفاء صابر الرباعي، وحسب مصادرنا لديها من حس وجمال صوت أبيها الكثير، لكن هل سيقبل الرباعي بأن تسلك ابنته طريق أبيها، أم لصابر رأي آخر في هذه المسألة؟ ابنتك ما شاء الله عليها صوتها يعني قادم بقوة، حتسمح لها ولا ما حتخليها تخش المجال هذا؟ هي صوتها جميل في حدود الأغاني اللي تحبهم وتسمعهم من أغاني غربية أو أغاني عربية. أنا ما بفضلش أنها تكون موجودة في المجال الفني. هناك العديد من النجوم يرسمون طريق أبنائهم الفني منذ نعومة أظافرهم على طريقة ابن الوز عوام، وهناك آخرون يعتقدون أنه ليس شرطا أن كل ابن وز عوام. ماجد الفاسي، العربية.